كليك لليوم مع الرائع عاصي الحلاني، وسؤالنا الأول لك عاصي عن أحلى هدية إجتك بحياتك، شو هي؟ أحلى هدية؟ ولادي. أحلى شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاني إياه بحياتي، فأتمنى هدية وأحلى هدية بحياتي. عاصي، هل أنت ديكتاتور مع العيلة؟ لا أبدا، أنا من النوع اللي بسمع الآراء وبنتناقش كتير مع بعض، يعني ما بحب ولا بحب إنه حدا يفرض رأيه بطريقة، خاصة إذا كان مش مكان بمحله. طيب إذا الكلية زعلتك كيف تتصرف معها؟ إذا زعلتني إنه دائماً يعني دائما بالكلمه الحلوه بنحل كل شيء، يعني وقليل متزعل الحقيقه، مش منا مثاليه هالقد، بس انه بعتبر بحياتنا انه ما كان في يعني مراحل هيك فيها زعل وخصام ابدا. خلينا نبعد عن الاسئله العائليه واسالك عن اكثر حيوان بيتحمل العطش. اكثر حيوان بيتحمل العطش؟ بتصور الجمل. طب بتتذكر شو كان اسم جوليا روبرتس بفيلم بريتي وومن؟ وليد ردني. anyway كان اسمها فيفيان وورد. خلينا ننتقل للسؤال التالي، وكيف فيك توصف لي يوم مثالي بحياة عاصي الحلاني؟ يوم مثالي بحياتي هو لما بكون انا يعني بقضيه مع العائلة الحقيقة، إذا بدك لما بيوم بقضيه هيك أنا وعائلتي بيكونوا الكل موجودين، مش إنه مع حدا واحد. عادة بتعرفي لما صاروا هلأ شباب، صار كل حدا منهم بتلاقي عنده ارتباط، دانا بباريس عم تكفي دراسة، ماريتا هلأ ببيروت، وليد يعني فصرنا قليل بتلاقي أيام لنجتمع كلنا سوا مع بعضنا ان يوم كامل، فصرت كتير بحب انه نتلاقى مع بعضنا ويكون يعني يوم مثلنا مثل كل العيال، هذا الشيء الطبيعي. اطيب ترويقة بالنسبة لك شو هي؟ انا مني من النوع اللي بفطر، يعني ما بفطر الصبح، بس بشرب قهوة وباخد شيء فواكه مش اكتر من هيك. بس اذا بتخيريني بالافطارات بشكل عام، بحب الافطار نحن بنقول الترويقه اللبنانيه، اللي هي البيض العيون مع المنقوشه مع الاخبار هذه بحبها. طيب فول ولا منقوشه؟ منقوشه. الى اي مدى الفنان عاصي الحلاني التزم بالحجر الصحي؟ انا التزمت بالحجر الصحي، يعني هلا كل يعني مرقت علينا من السنه الماضيه الصيف كله وصلنا لقبل راس السنة كان في حفلة عملناها ببيروت، وبعدين طلعت على دبي، كان عندي مضطر اجي على شغل معين، وعم نحضر كنا لتصوير كليب، فهيدا هي. بس انه حتى هون يعني ملتزمين بالارشادات اللي لازم نعملها. اهم شيء بالحب برأيك شو هو؟ اهم شيء بالحب الاحترام وال الإخلاص بالحب، شغلة كتير مهمة. كلمة جمرك كلمة عربية ولا تركية؟ جمرك تركية؟ تركية.